مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، صباح الخير، معكم السيد فلاح وجولة معتادة صباحية هنا من مدينة الإسماعيلية عروس القنال. بنرصد مع حضراتكم حالة الطقس والحالة المروية هنا في مدينة الإسماعيلية. النهاردة درجة الحرارة في مدينة الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 29. سيولة مرورية في كافة أنحاء الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية. بكلم حضراتكم من الطريق الدائري لمدينة الإسماعيلية، ده طريق الإسماعيلية القاهرة، وفي هذا الاتجاه السيارات القادمة من القاهرة في اتجاه الإسماعيلية، وفي اتجاه آخر المقابل السيارات القادمة من الإسماعيلية اتجاه القاهرة، وأيضا القادمة من محافظة بورسعيد. بنبعد عن مدينة الإسماعيلية 5 كيلو وعن القاهرة 110 كيلو أو 118 كيلو تحديدا. مازال استمرار حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة في مدينة الإسماعيلية، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحي لقناة السويس من خلال قافلتي الشمال والجنوب. قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في اتجاه البحر الأحمر، وقافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر في اتجاه البحر المتوسط. وهيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم من حد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن اليوم هيشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لكن محافظات مدن القناة لم تشهد أي شبورة مائية. النهاردة درجة الحرارة في القاهرة العظمى 29 والصغرى 15، وهي نفس درجة حرارة محافظة الإسماعيلية. الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، مطروح 21 العظمى والصغرى 14، سوهاج 35 والصغرى 19، إنا 38 والصغرى 22، أسوان 41 والصغرى 24، سانت كاترين 29 والصغرى 14، بورسعيد 15 الصغرى 22 العظمى، دمياط 15 الصغرى 21 العظمى. الزقازيق والشرقية النهاردة نفس درجة حرارة الإسماعيلية والسويس، 15 الصغرى 29 العظمى، السويس 15 الصغرى و28 العظمى، العريش وشمال سيناء 15 الصغرى 23 العظمى. مازال الطقس صيفي على محافظات مدن القناة، يمكن بدأنا فصل الصيف مع بداية شهر رمضان الكريم، بدأنا نشعر بشدة الحرارة، وأول يوم رمضان تخطت درجة الحرارة 40 واستمرت فوق 40 عدة أيام، ثم انخفضت مرة واحدة 10 درجات، والنهاردة درجة الحرارة 29 على مدينة الإسماعيلية. النهاردة 9 رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. في بعض الرياح الخفيفة على مدينة الإسماعيلية، غدا درجة الحرارة في الإسماعيلية 29، والثلاث المقبل درجة الحرارة 24، والأربعاء المقبل 24، ويوم الخميس 25، والجمعة المقبل 27، والسبت المقبل درجة الحرارة هتكون 130، ثم الأحد المقبل زي النهاردة درجة الحرارة هتكون 38، ودي هتكون أكبر درجة حرارة خلال الأسبوع المقبل. إذن زي النهاردة بعد 7 أيام درجة الحرارة في الإسماعيلية هتكون 38، وغدا درجة الحرارة هتكون 29، والثلاث هتكون 24، والأربع هتكون 24، والخميس 25، والجمعة 27، والسبت 32، وترتفع
يوم الأحد المقبل إلى 38 درجة العظمى والصغرى، هتكون 19 على مدينة الإسماعيلية. يعني على مدار الأربع أيام المقبلة الجو هيكون ليلا باردا على مدينة الإسماعيلية، ونفس درجة حرارة الإسماعيلية هي الموجودة في معظم المحافظات، تزيد وتقل درجة درجتين، لكن ده حالة الطقس بشكل عام في محافظات مصر. إذن جو صيفي نهارا بارد ليلا على الإسماعيلية خلال هذا الأسبوع. هيبدأ يعتدل الجو بداية من السبت المقبل، هيبدأ الجو ليلا يكون يعني ما فيش فيه انخفاض في درجات الحرارة، لكن حتى الجمعة المقبلة في انخفاض في درجات الحرارة ليلا على كافة أنحاء محافظات مدن القناة. دي حركة سير السيارات على طريق الإسماعيلية القاهرة. الإسماعيلية تبعد عن القاهرة 120 كيلو. ده الطريق المؤدي إلى أنفاق تحيا مصر، وربعد على الإسماعيلية 5 كيلو. وده السيارات اتجاهها إلى الإسماعيلية وبورسعيد، والسيارات الخارجة من الإسماعيلية طبعا وبورسعيد في اتجاه القاهرة. بشكر حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي التلفزيون اليوم السبت في كل مكان، كنت معكم السيد فلاح، بشكر حضراتكم على المتابعة. رصدنا مع حضراتكم حالة الطقس هنا في مدينة الإسماعيلية ودرجة الحرارة العظمى.